السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في حلقة جديدة. قبل ما نبدأ الفيديو ونتكلم على التفاصيل، ما تصدقوش أي خبر. قضية جمال بن الصديق مازال فيها غموض كبير، رغم أن بعض المواقع والجرائد الإلكترونية ضخموا الموضوع ووصفوا حقيقة إلقاء القبض على البطل المغربي العالمي جمال بن الصديق على أنه متورط في قضية مخدرات، وذكروا أكبر عملية تقوم بها الشرطة البلجيكية في تفكيك عصابة إجرامية كبيرة نشطة في الاتجار الدولي للمخدرات، وجمال بن صديق متورط في العملية. والحقيقة أن البطل العالمي جمال بن صديق لحد الآن بريء، والعديد من المصادر أخبرت أنه تم القبض عليه وهو الآن في الاستنطاق، لكن لا علاقة له بالمخدرات. والتحقيق مع البطل العالمي جمال بن صديق فقط لأنه باع بعض الأجهزة الإلكترونية. وبالنسبة لمحامي جمال بن صديق، اذكر أن جمال تم اعتقاله وتفتيشه ولكن لا علاقة له بالمخدرات. وذكر المحامي أن هذه الشكوك تدور حول بيع أجهزة إلكترونية والتي تعتبر ضمن أجهزة العصابة المذكورة أو هذه المنظمة، نظرا لإمكانية استعمالها في بعث الرسائل المشفرة. وأعلنت الشرطة البلجيكية أنها ستقوم بتحليل ودراسة أكثر من 1 مليار رسالة متبادلة بين أطراف الشبكة، ويشارك في هذه العملية أزيد من 200 شرطي متخصص في هذا المجال. ولحد الآن لا زال البحث جاري. وللإشارة، فليس بن صديق فقط هو المتورط في هذه العملية، هناك أيضا محامي وشخص آخر من أصول عربية. وهذه الأجهزة الإلكترونية هل تم بيعها عن طريق الخطأ، أو أنه يقصد أو يعرف أن هذه الأجهزة سيتم استعمالها في هذه المسائل؟ المهم، كان هذا فقط توضيح في هذه المسألة. إذن ما نثقوش في أي مصدر، رغم أن البعض ذكر مصادر بلجيكية وهولندية ومصادر أخرى مجهولة التي ذكرت هذه المسائل. لذلك نتريث ونتمنى لهذا البطل المغربي العالمي مسيرة موفقة، ونتمنى البطل ديالنا يكون بريء من هذه الاتهامات وأنه يرجع للميادين في أقرب وقت ممكن. ومسيرة موفقة لجميع الرياضيين المغاربة في العالم. وشكرا على حسن المتابعة. كنتمنى ما تنسوش كتابة تعليق حول هذا الموضوع. أي واحد عنده الجديد في هذه المسألة وعنده الجديد من مصادر موثوقة يترك تعليق وينورنا بمعلومات جديدة في هذه المسألة. وما تنسوش من فضلكم لايك للفيديو، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم.